فقرتنا الأخيرة تحكي عن عمل ثقافي بيحمل الأبعاد الإنسانية والوفاء لمن كانوا شهداء للحق وللكلمة. فدعما لأسر الشهداء قامت جامعة دمشق فرع الجامعة لحزب البعث العربي الاشتراكي لجنة الشهداء معرضا للكتاب في كلية الحقوق. يضم المعرض الذي يستمر مدة شهر أكثر من 16,000 كتاب في مجالات الثقافة والعلوم والكتب الجامعية والمجلات العلمية ورسائل الماجستير والدكتوراه. لنتعرف أكثر على تفاصيل هالمعرض بيصيرنا أن نرحب بالاستديو بضيوفنا يارا ضعون طالبة علوم سياسية وعزيز موسى من اللجنة المنظمة وأيضا طالب علوم سياسية. يسعد صباحكم وأهلا وسهلا فيكم. صباح يسعد صباحكم، صباح الخير لكم. يهلا فيكم. يهلا فيكم عزيزة. يعني اليوم عملتوا معرض للكتاب بالجامعة، كيف كان التحضير لفكرة المعرض وأيضا مين ساهم بالكتب إن كان بإضافة وإغناء هالمعرض أو التبرع بالكتب؟ بالحقيقة اللي اشتغلنا عم نشتغل بهذا المعرض بأكثر من تقريبا 6 شهور من 1/12/2016. اشتغلنا بأنه كانت المرحلة الأولى استلام الكتب المتبر التي قدمت للمعرض، استلام الكتب وفرزها كل حسب اختصاص الكليات اللي قدمت منها. اللي قدم هاي الكتب مختلف كليات جامعة دمشق، وكمان ساهم بهذا العمل مختلف أعضاء الهيئة التدريسية والدكاترة والطلاب، أيضا كان لهم دور كتير كبير بتقديم كتبهم اللي ذات قيمة علمية وكتب جامعية لهذا المعرض. اشتغلنا بالمرحلة الأولى بأنه استلمنا الكتب وتم فرزها حسب الاختصاصات والأقسام، ومن ثم اجت المرحلة الثانية بأنه أرشفت الكتب وأدخالها على الكمبيوتر كمان حسب الاختصاصات والأقسام، وضمت مختلف العناوين سواء كتب جامعية أو كتب ثقافية عامة، كتب دينية، كتب سياسية، كتب وروايات وشعر ومن مختلف الاختصاصات. قديش يعني شيء جديد وجود عم نشوف رسائل الماجستير والدكتوراه أيضا يعني للطلاب، قديش هذا الموضوع كمان لافت للنظر وجوده بالمعرض؟ طبعا إنه المعرض فيه كتب كتير قيمة، وبالإضافة لرسائل الماجستير من شان الطلاب اللي قادمين إنه للدراسات العليا بالجامعة إنه يستفادوا بأكبر قدر ممكن من هدول الرسائل. يعني اليوم المعرض خبرنا أكثر عن أقسامه وشو هي نوعية الكتب الأكثر موجودة فيه. المعرض بينقسم بشكل أساسي لقسمين، القسم الأول بيضم الكتب الجامعية اللي بيحتاجها الطلاب بمختلف الاختصاصات ومختلف الكليات، والقسم الثاني بيضم الكتب الثقافية العامة، كتب شعر، روايات، قصص، كتب ثقافية، كتب سياسية وكتب دينية. القسم الأكبر بهذا المعرض بيضم الكتب الجامعية اللي هو بيستفاد منه الطالب بدراسته الأكاديمية بالجامعة. القسم الثاني لا يقل أهمية عن القسم الأول، بيضم عدد كبير من الكتب المتنوعة وعناوين مختلفة ومتنوعة، كتب منها عالمية ذات عناوين علمية كتير مهمة وفائدة كتير كبيرة سواء للطلاب وغير الطلاب من أعضاء هيئة تدريسية وغير أعضاء هيئة تدريسية. زميلتنا لينا شيبون كان لها جولة بالمعرض، خلينا نروح لنشوف كيف كانت الأجواء ونرجع. قدم كل من يعمل في جامعة دمشق من رئيس الجامعة حتى أصغر طالب في جامعة دمشق ما يستطيع من كتب جديدة أو مستعملة حتى الكتب الجامعية كي نقوم بمثل هذا المعرض. هذا المعرض ضم أكثر من 15,000 كتاب ضمن 3,000 عنوان.
افتتح فيها هذا المعرض، سنقوم ببيع هذا المعرض بأسعار رمزية يعود ريعها لصالح صندوق شهداء جامعة دمشق، وبالمقابل سيستفيد كل طلاب وأساتذة جامعة دمشق من خلال شرائهم هذه الكتب. تم التنظيم للمعرض تقريبا من على مراحل من 6 شهور بلش. أول شيء هي الكتب اللي وردتنا، هي الكتب كلها هي تبرعات، ناس تبرعت فيها وتم فرزها حسب كل كتب حسب أقسامها وأرشفتها على الكمبيوترات. بيتضمن كتب متنوعة كل المجالات وكل الاختصاصات، بالإضافة في دراسات، في كتب ثقافية تاريخية اقتصادية سياسية، أي شيء هو موجود هون، بالإضافة للكتب المقررات الجامعية. الشيء اللي بدي أحكي عنه أنه الكتب الموجودة هون كلها تبرعات، إجت تبرعات بالكامل، وبيعود ريع المعرض لذوي الشهداء الجامعة. المعرض يعني أخذ حيز منيح يعني من الطلاب، أنه فيه مراجع أجنبية، فيه مراجع علمية، فيه كتب معلوماتية، فيه كتب للكليات كلها، تربية اقتصاد زراعة، فيه كل الكتب، وفيه أشعار، وفيه كتب مقاومة وسياسية، وفيه بلبي طلبات الطلاب كلها. وفعلا المعرض جدا هلا مهمة، خاصة بوقتنا هلا. هلا صح انه كثرة التكنولوجيا والناس عم ترجع لمراجع بالنت، بس ما بتغني انا ابدا عن الكتاب، يعني متعبة للقراءة بشكل عام هيك اهون. ممكن الواحد يزيد ثقافته باي شيء، مو شرط انه يختص بشيء معين. يعني أخذ هالمعرض جهد كتير كبير منكم أنتم كطلاب، إن كان بالمراجع أو حتى بالكتب أو حتى بالكتب يلي تم التبرع فيها. اليوم كيف اخترتوا هالمعرض، وأيضا كيف اخترتوا يكون أقسامه والتحضير له؟ هلق بفترة قصيرة قدرنا أنه جمعنا، كانت الكتب مجموعة مؤشفة على الكمبيوترات مقسمة حسب أقسامها، فنحن قمنا بتصفيتها بستاندات بأقسام خاصة إلها، مثلا الكتب الجامعية حسب كل كلية وحسب اختصاصات الكليات، والكتب الثقافية المتنوعة كلها حسب أقسامها، شعر، سياسة، فلسفة، دين، كل كتب كل كتاب بقسمه الخاص اللي إله. بذلنا جهد كبير، بس انه ما نشاء انه قدام يلي قدموه شهدائنا، انه قدام الغاية يمكن من هالمعرض والرسالة منه. مثل ما عم تقولي أريج، الرسالة من هالمعرض هي رسالة إنسانية عزيزة، ومثل ما عرفنا أن الريع المعرض رح يكون لأسر شهداء طلاب جامعة دمشق. خلينا نعرف قديش هذا البعد الإنساني اليوم عم يتحقق من خلال هالمعرض. بالحقيقة هو ولا يعني ما بيمثل جزء بسيط كتير من اللي قدموه الشهداء. طبعا هذا الريع المعرض كله بيعود لأسر شهداء جامعة دمشق. البعد الإنساني، ولأنه ما فينا أبدا ننسى كيف شهداء جامعة دمشق وغيرهم من الشهداء قدموا أغلى ما لديهم، وهي أرواحهم ودمائهم في سبيل هذا الوطن. لهيك نحن بنتمنى أنه ولو نوفي إلهم ولو جزء بسيط من اللي قدموه بسبيل هذا الوطن. يعني الطلاب مو بس عم بيكونوا يمكن شوي ملتهيين بدراستهم، وهمهم الوحيد هو تخرجهم، ايضا عم بيكون لهم بصمه كثير كبيره على الارض، وعم يعبروا بطرق متعدده حبهم لوطنهم. اليوم شو جديد اللي محضرين له؟ هلق انه بعد الامتحانات في تحضير لكتاب من الرفيق المهندس ايهم حوراني، بيضم كل صفحة من صفحاته اسم شهيد مع أجمل صورة للشهيد وأعماله وكيف استشهد. شو كمان عم تشتغلوا؟ بضيف على كلام زميلتي يارا بأنه بفرع جامعة دمشق لحزب البعث العربي الاشتراكي وبمكتب متابعة شؤون أسر الشهداء تحديداً،
يعني كل شهر تقريبا ما بينغفل دور قيادة الفرع والرفيق المهندس أيهم الحوراني عضو قيادة الفرع رئيس مكتب متابعة شؤون أسر الشهداء بمتابعتهم لشؤون أسر الشهداء بكل فعالية تقام على مستوى جامعة دمشق. يتم استذكار شهداء جامعة دمشق ولو بجزء بسيط من اللي عم بيشتغلوا بكل فعالية، ويتم أيضا التنسيق بمختلف الاتجاهات لحتى نقوم بأحسن عمل وبأبهى صورة لتكون الفعاليات على المستوى المناسب. رحمة دائما لأرواح الشهداء. أكيد بالنهاية بس نحب نذكر لإمتى المعرض مستمر. المعرض مستمر لمدة شهر تقريبا، بيضم مثل ما حكينا أنه تقريبا 16,000 كتاب بمختلف العناوين ومختلف الاختصاصات. ندعو جميع الطلاب وجميع اللي بيحبوا الثقافة وبيحبوا الكتاب، لأنه الكتاب كتير قيمته عالية، للحضور للمجيء لهذا المعرض، لأنه بيضم عناوين كتير قيمة وكتب كتير قيمة. وبتمنى أنه يستفادوا إن شاء الله. نحن بنتمنى لكم كل التوفيق، وبنتمنى انه هذا المعرض يلاقي الصدى على قد الشغل اللي انتم اشتغلتوه ومجهود اللي بذلتوه بهذا المعرض. شكرا كثير لكم ولوجودكم معنا لليوم. شكرا كثير لكم لاستضافتكم الكريمه، وبحب اوجه شكر كثير كبير للرفيق المهندس ايهم الحوراني عضو قياده فرع جامعه دمشق لحزب البعث العربي الاشتراكي ورئيس مكتب متابعه شؤون اسر الشهداء على متابعته الحثيثه والقريبه وجهده الكبير اللي عم يبذله لحتى يقدم لشهداء الجامعه ولكل الطلاب في جامعه دمشق والقائمين على جامعه دمشق ما يمكن. والشكر الكبير كمان للرفيقة علا قضماني عضو قيادة الشعب الرابعة اللي كانت رئيس للفريق التنظيمي كله ومتابعتها المباشرة لنا وبلحظات. نحن كمان يعني بدنا نوجه تحية كتير كبيرة لكل الفريق اللي اشتغل وترك بصمته بهالمعرض. كل التوفيق لكم، ونحن نتمنى لكم إن شاء الله دايما تحققوا نجاحات إن كان دراسيا أو بصمة على أرض الواقع. شكرا كثير لكم. شكرا كثير لكم.